هكذا تم تنفيذ 8 مؤثرات بصرية في السينما. في هذا المقطع سنقدم لكم 8 مؤثرات سينمائية لم تكونوا تعرفون أنها حقيقية. رقم 8، حياة باي. لقد حصل هذا الفيلم على 4 جوائز أوسكار، وذلك نظرا إلى المؤثرات الخاصة الرائعة التي تم استخدامها، لأن أغلب الفيلم قد تم تنفيذه عن طريق الحاسب الآلي، حيث إن 80% من المشاهد تم تصويرها داخل مسبح بشاشة زرقاء، وتمت إضافة العناصر الأخرى مثل الرياح والأمواج بعد إنتاج الفيلم. بينما النمر البنغالي ريتشارد باركر تم تصميمه بالحاسب الآلي كلية، وهو ما يصعب تصديقه لأننا جميعا كنا نعتقد أن هذا حقيقي. رقم 7، هاري بوتر. في سلسلة أفلام هاري بوتر تم استخدام العديد من المؤثرات الخاصة، على سبيل المثال الصحف ذات الصور المتحركة، حيث ظهرت ورقة باللون الأخضر في كل من الصفحات ثم وضعت المقاطع المصورة. إذا أردت ذات مرة أن تعرف كيف يبدو فولدمورت بأنف، إليكم. وهكذا أيضا تم العمل على الشخصيات الطائرة بالمكنسة. رقم 6، ماد ماكس. تم استخدام المؤثرات الخاصة بكثرة في هذا الفيلم، فعلى سبيل المثال تبدو مشاهد العاصفة الرملية والنيران والانفجارات حقيقية، إلا أنها لا تتعدى كونها مؤثرات بشاشات خضراء واثنين من المراوح من أجل إثارة الغبار. على الرغم من ذلك تم العمل على الكثير من الخدع في الفيلم من خلال الدوبليرات، وأضاف المسؤولون عن المؤثرات الخاصة المتبقي. رقم 5، أليس في بلاد العجائب. تعد ديزني دون شك إحدى الشركات التي قدمت لنا أفلام رسوم متحركة رائعة، وأغلبها تم العمل عليها من خلال الرسومات والخطوط اليدوية، ولكن في حالة فيلم أليس في بلاد العجائب كان الأمر مختلفا تماما، لأنه كان يتطلب نموذجا حقيقيا. لذا يمكننا القول بأن أليس موجودة ليس فقط في خيال الرسام وإنما في الواقع أيضا. من أجل إنتاج الفيلم كان على المخرج اللجوء إلى المؤثرات الخاصة، لأن كل ما يمكنك أن تراه هو صور تم ضبطها بالحاسب الآلي، بداية من الكائنات ذات الشكل الغريب إلى المشاهد السريالية. تم تصوير كل شيء من خلال الشاشة الخضراء، ومن دون الحديث عن وجوه باقي الممثلين، فإن الوحيدة التي لم يتم تعديلها هي أليس، التي كان عليها التمثيل باستخدام الخيال، لأنها في الكثير من المرات كانت تتحدث وتتعارك مع شخصيات لم تكن متواجدة. رقم 4، ديدبول. بميزانية مبدئية بلغت 58 مليون دولار، نجح هذا الفيلم في حصد إيرادات بلغت 700 مليون دولار في العالم كله. نجح هذا الفيلم نجاحا باهرا، ليس فقط لأنه اكتسح نوافذ التذاكر، وإنما لأن إنتاج الفيلم كان معتمدا على ميزانية مضبوطة تماما على هذا النوع من الإنتاج. كما نجح القائمون على الفيلم في تعظيم مواردهم من أجل تقديم فيلم يحتوي على مؤثرات ذات جودة عالية. من أجل تنفيذ الفيلم تم استخدام مؤثرات حتى يقوم البطل بحركات معقدة جدا، وكانت كل المدينة والأبنية التي رأيتها منفذة كلية بواسطة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى السيارات أيضا. رقم 3، عالم الديناصورات. كان عام 2015 ممتلئا بالعديد من الأفلام الرائعة، وربما كان أحد الأفلام التي كنا ننتظرها هو فيلم عالم الديناصورات، وذلك لأن العرض الأول لفيلم الحديقة الجوراسية كان منذ أكثر من 20 عاما، لذا فقد كنا نشتاق إلى رؤية الديناصورات على الشاشة الكبيرة. كان تنفيذ هذا الفيلم تحديا حقيقيا بالنسبة للمخرج، لأنه كان يحتاج إلى عدد كبير من هذه النماذج، وهو ما يعتبر مهمة معقدة جدا. من أجل هذا الغرض تم استخدام مجموعة من الأشخاص باعتبارهم مجموعة من ديناصورات فيلوسيرابتر، كما ارتدى هؤلاء الأشخاص سترات خاصة من أجل معرفة مكان وضع الديناصورات عندما يتم عمل المونتاج على الفيلم، حتى إنه لم يكن هناك شيء أمام الممثلين، وبالتالي فقد كان عليهم قضاء وقتهم وهم يتخيلون أن هناك الكثير من هذه الكائنات حولهم. وهناك مشهد آخر مثير للاهتمام، وهو عندما يركب الأطفال على الديناصورات،
كما لو كانوا أحصنة، وعلى الرغم من ذلك لم يكونوا سوى رجال على أربع يحملون الأطفال على ظهورهم. بالتأكيد لم تكن تتوقع هذا، أليس كذلك؟ رقم 2، استهلال. أحلام داخل أحلام تختلط، وعوالم موازية ومؤامرات في الفيلم المتفرد لليوناردو دي كابريو مع المخرج كريستوفر نولان، وهو فيلم استهلال. إنه أحد أفضل الأفلام على الإطلاق، ومن أجل تنفيذه لم يتم باستخدام الشاشة الخضراء مثل الأفلام الأخرى. على سبيل المثال، في مشهد انعدام الجاذبية لم يكن هناك أي مؤثرات خاصة مثل ما كنت تعتقد، وإنما من أجل تنفيذ هذا استخدم المخرج غرفة باثنتين من الكاميرات الدوارة. أما المثير للدهشة في هذا الأمر فهو أنه كان على الممثلين تحضير أنفسهم لعدة أسابيع من أجل الحفاظ على اتزانهم حتى لا يسقطوا. رقم 1، بلاك بانثر. كان هذا الفيلم من أكثر الأفلام التي حققت نجاحاً في نوافذ التذاكر في بدايات هذا العام. المثير للدهشة هو أنه لم يحدث من قبل أن شاهدنا بطلاً خارقاً من أصل أفريقي في صناعة السينما، وعلى الرغم من ذلك ما استرعى انتباهنا هو كيفية عمل الندبات لشخصية إيريك كيم مونير. لقد كان هناك أكثر من 3000 نتوء يغطي جسد هذا الممثل. أما عن المسؤولين عن التجميل والمؤثرات الخاصة فقد قاموا بلصق كل من هذه النتوءات بمادة مماثلة للغراء حتى تلتصق على جلده. هذا كل شيء لليوم، اترك تعليقا واذكر ما أبهرك أكثر من غيره. بالنسبة لي أكثر ما يبهرني كان النمر البنغالي في فيلم حياتي باي. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.